السلام عليكم إخواني. الإخوة تتساءل حول العدد الجملي بين الإناث والذكور عند الحسون أصدقائي، كيف نضع الإناث والذكور؟ هل نضع الإناث والذكور بطريقة متساوية أم الإناث أكثر أو الذكور أكثر؟ أصدقائي، دائما عندما نضع الطيور الحسون في السلكات المختلطة مع بعض الطيور، دائما ما نضع الإناث أكثر من عدد الذكور. أصدقائي، نحاول مثلا على 5 إناث مثلا نضع ذكرين، على 6 إناث نضع 3 ذكور. أصدقائي، لأن في الغالب الذكور تتزاوج مع أكثر من أنثى واحدة، وحتى الذكور أصدقائي اللي لديها يعني أنثى في البداية لا ترضى باقتراب أي أنثى أخرى منها إلا الأنثى الخاصة به. في العادة أصدقائي، عندما تكون الأنثى متاعه يعني موجودة في عشة حاضن البيض، ممكن أن يلقح أنثى أخرى، خصوصا إذا طالت يعني مدة الأنثى وهي حاضنة للبيض وللفراخ، وقتها يذهب مع أكثر من أنثى. إذن أصدقائي، بالتجربة لا تضعون الذكور متقاربة بعدد الإناث، وإنما الإناث تكون أكثر، وكذلك بسبب تفادي العراك، لأن الذكر عندما يريد في البداية تلقيح الأنثى الخاصة به، كل الذكور الأخرى تهجم عليه، وبالتالي نحاول نقص من الذكور أصدقائي، ويبقى العدد الإناث أكثر، حتى تكون نسبة الإنتاج أولا عند المربي أكثر، وإن شاء الله يعني بهذه الطريقة طريقة مضمونة ومنتجة أكثر، إذا كما قلنا وضعنا الإناث أكثر من الذكور في السلاكة الواسعة أصدقائي. والسلكات أصدقائي يتساءل حول العدد الذي يضعونه، هل هنالك يعني عدد معين حسب المتر المربع؟ أنا أصدقائي أقول لكم يعني إذا يعني كل يعني مجموعة طيور لها سلوكياتها، لا نستطيع أن نعمم الفكرة القائلة بعدد معين لكل متر مربع، هذا غلط أصدقائي، وإنما سلوك الأزواج هي من تفرض عليك نقوم بزيادة الأزواج أو نقوم بإنقاصها، بسبب ممكن هنالك كما قلنا في الفيديو الفارط، هنالك ذكور عندها تريد أن تفرض يعني سيطرتها، ولا ترضى بأن يكون يعني هنالك ذكر آخر أو أنثى أخرى من حوله تقوم باختيار عش آخر لتبنيه، هذا يهاجم بكثرة الأزواج. يعني هذا نحاول كما قلنا في الفيديو السابق نقوم بوضعه مع أنثى في مكان آخر، واختيار أزواج تكون متقاربة في عدم إزعاجها لبعض، يعني كم هذا هي الطريقة أصدقائي. نوعية الطيور وطريقة تصرفها هي من تحتم عليك زيادة أو نقصان داخل السلاكات أصدقائي. هذا هو الفيديو السريع، إن شاء الله موسم مميز لجميع الإخوة أصدقائي.